كان نقول لك حاجه، ما بين المجموعه هذيك الاضافه الكبيره شفناها في الدوره هذه حنا باع المهري من المجبري والدخله نتاعو، دراغن كان اساسي في الكان، اي اللي مثلا برياح كان موجود، فرجاني وشالين كانوا اساسيين، معناها المجموعه هذه قاعده تتكون اليوم. كي تسمع يوسف المسيحي شفتوا الدخله نتاعو اليوم مش قاعد يستعملوا فيه في المكان الاصلي نتاعو، تعرف المكان الاصلي نتاعو يلعب في مانشستر اقل من 23 سنه، اليوم وين لعبوا منظر؟ لعبوا على الكولوار، عمل ايفور الوليد هذاك راهو هجوميا ودفاعيا استنزف، لازم الناخب الوطني شو يحطوا؟ حطوا في حاجه اخرى هو ثلاثي، لو كان في وسط الميدان اليوم حنا بعد نشوفوا منتخبنا بوجه في بالك، منتخبنا ما خلقش فرص، ليه جاتنا فرصتين ولا ثلاثه بالراس وتشوف الكرات ثابته، لا انت تو فريق انا نحكي لك المجهود القوه المبادره عند المنتخب، لكن في النصف الاخراني تعرف ليش اليوم اشكال ما خلقناش فرص؟ خاطر حنا بار مش في المكان نتاعو، حنا بار يلعب مع ثلاثي يا فرجاني ساسي يا شعلال يا ثلاثي يلعب قدامه، هذا اللي ما شفناش اليوم، الوليد هذا كان له ابوه والناخب الوطني راهو كيما يلعب في جمعيته ما تجيش تغيره، تو الناس تلعب في 4-3-3 وحتى في جمعيته مش واضح لعبه، الناخب الوطني هو يعرف شباب الناخب الوطني يجيب ملاعبيه، ولكن لعبوا في الفريق ما تقولوا هكا انتوا المدربين، لا باش تستغل انت احسن ما عنده، لا احسن ما عنده.